الماتش ديال اليوم زوين، ولكن القضيه اللي ديما كنعاودوها هي ان التحكيم ديما مظلومين فيه في المغرب كامل، وحنا دابا كما شفنا في هذا الماتش هذا حتى الجامعه ديال الكونفدراليه الافريقيه حتى هي ظلماتنا اليوم ما هذاك راه فيت كما شفتوا معنا في الماتش. اداء تاع الحسنيه اداء قوي، ولكن ديما فاش كنبين نرجعوا ديما كنعاودوا نفس الهضره اللي ديما كنقولوها للاداره تاع الحسنيه، هي انه الانتدابات اللاعب اللي دخل اليوم هو تامر صيام ودخل ماركوفيتش اللي ما عطوش شي اضافه كبيره وما قدموش لنا شي اداء اللي يرضي الجمهور بالمقارنه مع داك الشيء اللي كيعطيهم من القضيه داكشي اللي كيعطيهم يدخلونا حنا لعابه ولاد المدينه بحال اشرف كويره، كاين دراري اللي كيلعبوا افون سونتر، كاين دراري زوينين لعابه لعبوا الكره ماشي ما لعبوهاش، ماتش زوين ارضيه غير صالحه، والجمهور تاع الحسنيه كيطالب بالفيتور، الحسنيه تاخذ شي فيتور زوين، ما عندناش الفيتور، تامر الصيامه كيلعب جناب، الفحلي ماشي مهاجم رسمي اللي خصو يلعب في القدام، خصنا مهاجم. هادشي اللي كنقولو بصحة الحسنية وبصحة الخسارة ما كاين مشكل. رغم الخسارة اللعابة كانوا رجال وتقاتلوا، وإن شاء الله يكون خير، إن شاء الله في البطولة، إن شاء الله علاش ما نديوش الكاس ونكونوا واصفين.